اختار عصام الحضري لمنتخب مصر بعيد عن الحب والكره والعلاقات والكلام، اختياره صح؟ طبعا زي ما قلت لك واحنا بنشرح القايمه بتاعت في الاول في البطوله الافريقيه احنا قعدنا معاه او انا بالتحديد قعدت معاه عشان اقول له ان انت حارس ثالث عايز تيجي معانا اهلا وسهلا، مش عايز تيجي هتكشر بقى في وش العيال والشويتين دول ما تجيش. بس كنت مقعد الجهاز في اوضه جنبي عشان لو حصل ضرب ولا حاجه. طيب يعني خليني اقول لك زي ما قلت لك جمله على الكابتن اكرامي في الكواليس اللي انت مش بتحب ندرسها. لا لا بالعكس، بسبب تصريحاته دايما لا عنك وعن هو نادر العلاقه توترت شويه، لكن انا في تصريحاتي ما بعملش توريه. يعني ما بروحش حته عشان اوصل لحته ثانيه، بتكلم على طول بقول وجهه نظري. كاس العالم كان امير هيلعب مثلا، هو اعتقد ان ده تقليل من شانه او حاجه. بالعكس، ظلمت حد في حياتك؟ ظلمت حد في حياتي؟ يمكن ظلمت عبد الرحمن ابني كان عايز يكمل في الكوره وما ساعدتوش قوي يعني. كويس اللي هو ما كملش مسك فلوس اكتر دلوقتي. كابتن ناجي تعتذر لمين؟ اعتذر لعيلتي، عيلتي في كفر الدوار واخواتي. الشغل وزحمة الشغل مخلياني مش بزورهم كتير، مش بروح لهم كتير. فأنا على الهوا بعتذر لهم، بس هم طبعا يعني أحلى حاجة في حياتي وأهم حاجة في حياتي. بقول لهم ييجوا هم يعني. أنت عارف شغلة مدرب حراس المرمى دي عاملة زي المصارعين، عايز تخلص تروح تقعد في بانيو سخن وتنام وترتاح. فمع ان مصطفى اخويا يعني مدرب حراس مرمى ايوه وجنبي مني في السكن حتى في اسكندريه. كابتن ناجي ما بقابلوش الا لما اكون عايز حاجه، عايز اروح للدكتور صاحبه. هتقول لمين؟ هتقول لمين وحشني قوي؟ ابويا وامي. ابويا وامي وحشني جدا، لان ابويا ده كان راجل كان عبقري. يعني مثلا هو سبب في ان انا يعني قال لي ما تعملش حاجه نص نص، سيب النص نص ده لحد تاني، لازم تعمل حاجه تتفوق فيها وتبقى نمره واحد فيها وتبقى كل الناس تتكلم عليك. ليه دموعك قريبه النهارده شايفها ومع اني ما شفتكش كده قبل كده؟ لا هي المساله مساله احنا كل ما بنكبر في السن بتبقى مشاعرنا اي حد يناقش بيها ياثر فيها. يعني النهارده حتى كنت بسجل فيلم تسجيلي للكابتن ثابت البطل اللي بيعملوا له فيلم. لقيت نفسي منهار جدا. ودي فعلا مش طبيعتي، انت عارف ان على طول بضحك وعلى طول بهرج. لكن مساله العمر بيبقى ليها دور في ان المشاعر بتتحرك يمكن اسرع شويه. هي طول عمر المشاعر موجوده، لكن هي في السن دي يمكن بتتحرك اكتر.